جريمة بحجم نكبة. هنا لم يسمع سوى أصوات الجنود وجرافاتهم وآلياتهم العسكرية التي اقتلعت الخيام وهدمت الحلم. على رؤوس أصحابها ودون أي وازع إنساني تقدمت الأيادي العابثة والأقدام الهمجية على مضارب عرب الجهالين لتقتلع كل وجود، والصورة أبلغ من الوصف. والله مشاهدة صعبة يعني بالشكل الصحيح، يعني شيء مرعب، يعني شيء بيهد الحيل. يعني احنا نفكر كل أسرنا الحين في العرى، احنا وأولادنا كل خيام اللي عندنا بحواش الغنم وخلانا في العرى وما خلى عندنا شيء، وبعدين احنا أولادنا صاروا في العرى وهذه مكسعة مسكينة، ما وين نروح فيها؟ يعني نطلب من الحكومة سلطة تفزع لنا بأي شيء، وخلونا في العرى والثلج هيوم يقبل علينا، يعني وين نروح بهالولاد وبهالغنم؟ 28 خيمة وحظيرة داستها تلك المركبات كما اعتلتها أقدام الجنود أمام ناظري أصحابها. أغطية، دواء، ملابس وطعام وغيرها من الممتلكات بات حالها كحال أصحابها في العراء، إضافة إلى مواشيهم التي هدمت حظائرها. أجوا فجأة ودمروا هالدنيا، يعني ما معناش خبر. قال أنا معي أمر بده هد وعقد، والله ما نعرف النام على السهلة، لما الله ببعث لنا النام على الترابات ايش نسوي؟ يعني المطرة الليلة بهدلتنا بهدلة. الأطفال لم يعد يعرفون مضاربهم وأماكن لهوهم بعد أن غيرت النكبة جغرافية المكان، محاولين استعادة ما تبقى من ألعابهم أو حتى تجميع براءة طفولتهم من جديد. سنوات من الجهد وأعوام من العمر قضيت في إتمام هذه المضارب البدوية على سفوح جبال منطقة عين أيوب بالقرب من بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، وفي أقل من ساعة لم يتبقى للأهالي سوى أكوام مما كانت تحويه خيامهم. الأرض هنا تضيق بأصحابها وقلوب تحتسب عند خالقها. عشرات المواطنين هنا أصبحوا يواجهون العراء والبرد في نكبة جديدة بدأت منذ العام 48 وما زالت مستمرة. من مضارب عرب الجهالين غرب مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.